مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم في النشرة المحلية. يتواصل تسرب المياه الصالحة للشرب بحي غراسة ببشار كلما فتحت مؤسسة الجزائرية للمياه صنوبر القناة الرئيسية للحي المذكور لمدة 48 ساعة، ولم يجد سكان الحي أي تفسير لتجاهل الجزائرية لمياه لهذا التسرب منذ ما يقارب 3 سنوات. وفي سياق متصل، نشد سكان الحي وللولاية بالتدخل العاجل لوضع حد لما وصفوه بتلوث المياه الصالحة للشرب جراء التسرب. نور الدين مزري. عندنا هذه المرة في بروبلام فيه بزاف، تبلع من جهة تحل من جهة، وكنا نبلعوها غير هنا، نعيطوا لهم يبغوا يجي يخدموها، ما كانش اللي يجي يقول لك نجي وما كانش، وراهم في بزاف كيما هاك، ما كانش كاين هاد الجهة جواه الاخرين كاع، وشوف ليها الماء كي راه داير عندنا ما تبغيش تحبس. عندي دي كورسبوندونس، عندي بعثتهم، بعثت لهم برسائل بعثت لهم كسمو، بعثت لهم كسمو السلطات المعنيه، بعثت لهم كسمو رسائل باسم الجمعيه، بعثت كسمو رساله كسمو المدير المختص وهي الجزائريه للمياه، وانفورميت كل السادة شاف دايره والبيئه والري، وزدت بعثت كسمو رساله للوالي تاع الولايه، ولحد الان ما كان حتى حاجه. وفي نفس الاطار، نظم الاحد العشرات من مواطني حي سيدي عباس ببلديه بنوره ولايه غردايا وقفه احتجاجيه امام مقر الجزائريه للمياه، تعبيرا عن رفضهم لتحويل انبوب الماء من حي سيدي عباس الى حي بنوره، متهمين المؤسسه بمحاوله احداث فتنه بين مواطني البلديه الواحده. هذا وقد استقبل رئيس مركز الجزائرية للمياه المحتاجين وأعلمهم أن الأنبوب المحول سيتوجه لعشرين منزلا فقط، وهو ما زاد في استغراب المحتاجين. محمد زاي بعث بتالي. فتحنا هنا جات بعد انتظار طويل، انتظار كنا ننتظر في السلطات أن تدينا خزان مياه في على حي على مستوى حي سيدي عباس إضافي للقضاء كلية على مشكل انقطاع وانخفاض مستوى استفادة المواطن من المياه، فإذا به نجد دائما سياسات الحلول الترقعية. من جهة أخرى، رفض رئيس المركز الفرعي للجزائرية للمياه إعطاء توضيحات عن قراره وهرب إلى مكتبه غالقا بابه على الصحفيين. في موضوع آخر، بشرت مصالح مديرية التربية لولاية بشار عملية استلام ملفات المرشحين الذين سيتنافسون على 184 منصب شغل خصصته وزارة التربية للولاية. وعلى الرغم من حرارة الجو، إلا أن المديرية شهدت أقبالا كبيرا وسجلت عملية استقبال الملفات استحسانا لدى المترشحين بعد تخصيص المديرية مكتبا توجيه وأخرى لاستلام الملفات. نور الدين مزري نقل المشاهد والتصريحات التالية. شرعنا منذ ايام في استقبال ملفات المترشحين للتوظيف في كاستاذ تعليم ابتدائي واستاذ تعليم متوسط واستاذ تعليم ثانوي. المناصب المفتوحه للمنافسه بالنسبه للثانوي 44 منصبا في مختلف التخصصات، بالنسبه للمتوسط 59 منصبا في مختلف التخصصات، الابتدائي 81 منصبا. طبعا راح نستقبل ملفات في ظروف عادية جدا. التربية فتحت هالتخصصات وجينا تقدمنا هنا بالملفات نتاعنا وفي ظروف جدي عادية، والحمد لله استقبلونا هنايا وكل شيء عادي. بالنسبة للظروف التسجيلات كانت جيدة وما لقيت حتى إشكال، خاصة بالنسبة للنواحي بشار. اعتصم الأحد العشرات من سكان منطقة المنية بقسنطينة أمام مقر ديوان الوالي لمطالبة السلطات تمكينهم من قطع أرضية اشتروها قبل 25 سنة من الوكالة العقارية التابعة للولاية، قبل أن يتم إخبارهم بأنها ستحتضن مشروعا سكنيا. المحتجون طلبوا باسترداد أراضيهم أو تعويضهم بأخرى في بلدية قسنطينة وفق ما ينص عليه القانون. متابعة في الموضوع مع الزميل عبد الله بودبابا. في اطار القانون تاع توزيع الاراضي اللي داروها درتها لو بي جي، توزعت مع الارض تاع زواغي وتاع البرده، تاع زواغي والبرده راه من الناس راهي ساكنه. حنا المنيه هذه بقى اشكال قانوني، كانوا الملاك الارض يطلبوا في الارض هذه من 88 حتى انفرت في 2004، يعني مشات في المحكمه في الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، راحت للجزائر،
ولا استرجعت الدوله باسمنا احنا باسم 727 مستفيد من هذاك الوقت وحنا نستناو. نطلب في حقي يابا، راني سالك عندي كلش، يعطيني ارضي عندي كل واحد عنده له سوبرفيسيات تاعو، واحد 12 مليون، واحد 13، واحد 16، واحد 14، وهي رايحه. وشرينا الوقت هذاك، شرينا الارض، طرف تاع الارض شريناه ب 35000 الواحد، تعطيني المليه تبيع فيها ب 15 مليون المتر كاري، وانا تلحيها لي وتبيعها ب 15 مليون كلب، يا ويسرق با حناني. أقدم الأحد العشرات من عمال مؤسسة الأشغال بعنابة على الدخول في إضراب مفتوح عن العمل تنديدا بتماطل إدارة المؤسسة في تسهيل مطالبهم، كما هدد عمال المؤسسة بعد التوقف عن الإضراب إلا بعد تلبية مطالبهم. ميكروفون هشام قاسمي. ما تشوفوا هذوك راهو ما كانوش نورمال، ما كون جاي يعني مدير يعني حاب يتحاور مع العمال راهو جا وما يقول لنا كلمه هي ولا لا، عندنا احنا وين نقدموا حوار مع البارتنير سوسيال. والسيد الدرك تشوفوا الاجتماع هذا رقم الاجتماع الكامل هذا وما كانوش، غايب تماما. بهذا مشاهدينا نصل الى ختام النشره، نشرتنا متواصله، ابقوا معنا.